كنت أسألك بالبداية عن البرنامج، كيف بتشوف بيت للكل؟ خطوة اتأخرت يعني، كلمت بقى قبل كده، بس المثل الشهير يقول لك ايه، الافضل ان تاتي متاخرا صحيح، على ان خير تاتي الله على الا الاطلاق. ابدا. فتاخرنا شويه، بس كويس انه فكروا يعملوا هذا البرنامج، والنوعيات دي مطلوبه جدا. احنا من زمان بنشوف يعني، الفكره مش جديده، كان في برنامج قبل كده بيبقى فيه مثلا مذيع من السعوديه، مذيع من لبنان، من مصر، من العراق، من تونس، يعني شفناها، وبالذات بيبقوا مذيعات يعني، بيبقى دايما كانت موجوده، لكن في فتره ما توقفت. كويس انها عادت. بس عارف هو الجديد طبعا افكار كتير اتناولت، يعني انا شخصيا الشكل ده اشتغلت في محطه عربيه قبل كده وكان في وجوه، بس الجديد في الفكره دي هو البث الموحد. احنا كلنا بنطلع في توقيت واحد على نفس تلفزيوناتنا العربيه، اردن، فلسطين، العراق، ومصر، في توقيت واحد بمذيعين الدول دي. فاعتقد ده في وقت كمان مختلف دلوقتي. دي اضافه، فأعتقد اضافه، فاعتقد ان دي إضافة حاجه كويسه، ان كلنا بنتابع. وانا في القاهره وفلان في رام الله والتاني في بغداد، كلنا بنتابع في نفس اللحظه. وهي صوره حلوه احنا عم ننقلها يعني اليوم لشعوبنا. يعني الجميل انه انا على التلفزيون الفلسطيني عم بشوف شافكي، وعم بشوف كاثي، وعم بشوف اخوتنا في العراق، وعم ننقل الصوت الواحد والايد الواحده والهم المشترك، وعم أكيد نكتشف انه احنا كلياتنا واحد، وهذا شيء جميل. ده صح. وبعدين انا رايي ان احنا مقصرين في حق فلسطين، السلطه الفلسطينيه. لا يزال هناك شويه عوائق. المفروض لا، المفروض في مهرجان في رام الله نروح كعرب، مصري، عراقي، جزائري، لبناني، تروح. بركي احنا كنا النواة، هذا الاختراق الجميل في بيت للكل احنا بدأناها. ده مهم جدا.